من اب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مشاهدي الاعزاء في الرب سلامي ومحبتي اليكم في اسم ربنا يسوع المسيح الذي احبنا وبذل نفسه من اجلنا لكي يفتدينا وينقلنا الى حياه الابد. نتكلم عن موضوع رئيسي بعنوان عبادتنا الليتورجيه هي ترتيل عقائدنا الايمانيه وتكلمنا عن موضوع الخلق في اربعه حلقات وعن موضوع السقوط في ثلاث حلقات وعن موضوع التجسد في ست حلقات وهذه الحلقه نبدا نتكلم عن الفداء بموت المسيح على الصليب في بعض النصوص الليتورجيه وفي بعض كتابات اباء الكنيسه هقول شويه نصوص ليتورجيه وانا بقولها محتاج تتابعوا معايا ثلاث حاجات الحاجه الاولى موت الرب عنا ولا من اجلنا دي الحاجه التانيه الحاجه التالته كيف ان الرب سلم ذاته للصليب بارادته وحده فهو هو اللي سلم نفسه لم يجبره احد على هذا هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فدي محبة الآب وبعدين نقول كمان مع بولس الرسول أحبني وأسلم نفسه لأجلي دي محبة الابن فالصليب في بدايته وفي نهايته هو محبة الآب ومحبة الابن للبشر بذلت ابنك الحبيب عن حياتنا وخلاصنا عن حياتنا وخلاصنا في القداس المرقصي بنقول كده وبنقول ايضا لان ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح في الليله التي اسلم ذاته فيها ليتالم عن خطايانا والموت الذي قبله بذاته بارادته وحده عنا كلنا ونقول المخافه من اجل الذي تالم بالجسد عنا واقام غلبه الصليب ليهرب عنا المجد الباطل من اجل الذي لطم وجلد من اجلنا ولم يرد وجهه عن خزي البصاق ليهرب عنا الحسد والقتل والافتراق والبغضه من أجل حمل الله حامل خطيئة العالم إلى آخره. قداس الباسيلي بنصلي بنقول لأنك أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الذي أصعدت ذاتك من أجل خطايانا على الصليب المكرم كإرادة أبيك الصالح. وبنقول هذا الذي أصعد ذاته محدش جبره هو اللي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى حد الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي بموتك يا رب نبشر انت الان يا سيدنا الذي نرفع عيون قلوبنا اليك ايها الرب الغافر اثامنا ومخلص نفوسنا من الفساد اعترفنا بآلامه دي كلها نصوص اعترفنا بآلامه المخلصه بشرنا بموته امنا بقيامته وكمل السر سر الافخارستيه هذه الكنيسه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك تناهب دمه فهي كنسته هو هو صاحب الكنيسه لانه دفع فيها دمه الذي اعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياه كل احد في قانون الايمان بنقول هو صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تالم وقبر ونقول أسلمه عنا أي الجسد المحيي على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. في القداس الغرغوري بنقول أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي اشرقت للضالين وغير العارفين ومنقول يا الله الذي اسلم ذاته عنا خلاصا من اجل خطايانا ايها الكائن الذي كان الذي اتى وايضا ياتي الذي تجسد وتأنس وصلب على الصليب من أجلنا. تألم بإرادته بالجسد وكان غير متألم كإله. تألم بإرادته بالجسد وكان غير متألم كإله. وفي صلوات القسمه بنقول جرحت لأجل خطايانا وتوجعت لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليك وبجراحاتك شفينا نقول الذي صلب على الصليب وسحق الشيطان ووضع في القبر وبعد ثلاثة أيام قام من بين الأموات وفي قسمة أخرى بنقول هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجسد وذبح وانحنى بالصليب، وطعن في جنبه بالحربة، وجرى منه دم وماء غفرانًا لكل العالم، وتخضب بهما جسده، وعوض الخطيئة المحيطة بالعالم، مات الابن بالصليب، وردنا من التدبير الشمالي إلى اليمين، وأمنا بدم صليبه. ووحد وألف السمائيين مع الأرضيين والشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد وبنقول أنت هو المسيح إلهنا الذي طعن في جنبه فوق الجلجلة بأورشليم لأجلنا في التسبحة بنقول هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله على الصليب عن خلاص جنسنا فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلجله وفي يوم جمعه خلاصنا بنرتب نقول المسيح مخلصنا جاء وتالم لكي بالامه يخلصنا فلنمجده ونرفع اسمه لانه صنع معنا رحمه كعظيم رحمته وفي لحن مشهور في يوم الجمعه العظيمه يوم جمعه خلاصنا بنقول ايها الابن الوحيد وكلمه الله الذي لا يموت وانت الازلي قبلت قبلت من اجل خلاصنا أن تتجسد من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم فبغير استحالة تأنست وصلبت أيها المسيح الإله بالموت دست الموت أنت أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا هذا اللحن أو هذه التسبحة تعرفها جميع الكنائس قدوس الله الذي من اجلنا صار انسانا بغير استحاله وهو الاله قدوس القوي الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوه قدوس الذي لا يموت يا من صلبت من اجلنا وصبرت على موت الصليب وقبلته في جسدك وأنت أزلي غير مائت أيها الثالوث القدوس ارحمنا دي بعض النصوص الليتورجية عايز أكلمكم دلوقتي عن قضية موت المسيح عنا أو عوضا عنا أو من أجلنا الذي يحل هذه القضية ويجعل جميع التعبيرات السابق ذكرها أو الآتية تعبيرات صحيحة من الوجهة الإيمانية نقطة واحدة فاصلة ذكرتها غير مرة عند الحديث عن التجسد الإلهي ولا سيما في قول القديس كيرلس الكبير ليجمع كل شيء في نفسه ويصير الجميع واحدًا في المسيح أو أفكركم بالعبارة لأهل القديس كورولوس لقد حل الكلمة في الجميع بحلوله في هيكل جسده الواحد المأخوذ منا ولأجلنا حتى يقتني الجميع في نفسه فيصالح الكل في جسد واحد مع الآب لاحظوا أن الكتاب المقدس بيقول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته، مش بيقول الذي به، الذي فيه ومعنى هذا انه لابد ان نكون متحدين بالمسيح لكي ننال الفداء الذي اكمله عنا او من اجلنا فنحن لا نستطيع ان نبني ايماننا على فقه اللغه العربيه وحدها وخصوصا على بعض حروف الجر فيها وما شابهها لان نصوص الايمان سواء الكتابيه او الليتورجيه او الابائيه وصلتنا باللغه اليونانيه اولا ثم ترجمت إلى القبطية الصعيدية أو القبطية البحيرية ومنها إلى اللغة العربية فالعودة إلى النص الأصلي واجب حتمي عند الحديث عن كلمات أو تعبيرات في اللغة العربية تختص بالإيمان أو العبادة الليتورجية لأن الترجمة من لغة إلى لغة بتستوجب تعديلات تناسب اللغه التي نترجم اليها وعلى ذلك فان تعبيري مات المسيح عنا او مات المسيح لاجلنا صحيحان طالما ظل التاكيد قائما على اننا كنا في المسيح عندما صلب ومات وقام وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه ولكن تعبير عنا تكمن صعوبته عند المتكلمين باللغه العربيه في انه من بين المعاني التي تحملها كلمه عنا معنى البدليه اي بديلا عنا ولا يمكن ان يكون المسيح قد مات بديلا عنا او عوضا عنا فقط بدون ان نشترك نحن في شبه موته أن, ده ان ذلك بيعني اننا لم نموت مع المسيح وبالتالي لم نقوم معه ومن ثم يبطل سر الفداء وتبطل جميع اسرار الكنيسه ايضا انا عاوز اقول مثالين من النصوص الليتورجيه السابق ذكرها يشرحوا هذا المعنى الذي اقصده. هاخد المثال الاول بيقول هذا الذي ده في القداس البسيلي بنقولها كل قداس هذا الذي احب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا. النص اليوناني للقداس البسيلي بيقول هنا وبذل ذاته فدية للموت الذي تملك علينا ده النص اليوناني الأصلي بتاع القداس البسيلي بذل ذاته فدية للموت الذي تملك علينا وأما النص الإبطي للقداس البسيلي فبيقول أفتيف إمين إم مف إن صوتي خارون سلم ذاته فداء أو خلاصا عنا أو من أجلنا الترجمة بتاعة النص القبطي اللي أنا قلته حالا ده ينفع عنا وينفع من أجلنا أفتيف أمين ام ام مف إن صوتي خارون خارون عنا أو من أجلنا ليه خا في اللغة القبطية تعني في القواميس عن بشأن بخصوص لأجل فالمترجم من القبطية إلى العربية اختار عنا ولكن كان ممكن يختار أي كلمة أخرى فما ينفعش أمسك النص العربي وأقول عنا صح ولا غلط لكن لازم أرجع للأصل اللي ترجمت عنه. لأن اللغة العربية قاصرة في شرح الإيمان بالذات. غنى اللغة اليونانية وغنى اللغة القبطية لا يعوض اللغة العربية. المثال الثاني بنقول أسلمه عنا أي الجسد المحيي الذي لربنا يسوع المسيح. أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. النص اليوناني للعبارة دي في القداس ترجمته ترجمته وأسلمه لأجلنا جميعا على خشبة الصليب المقدس بإرادته. هيبيريمون بانتون هيبيريمون من أجلنا بانتون كلنا أو جميعا وأما النص الإبطي فبيقول أفتيس إهري إجون أفتيس إهري إجون سلمه عنا إهري إجون في الإبطية بتعني بحسب القواميس عنا بسببنا لأجلنا فبتعمل بتحوي بتحوي كل المعاني تشمل كل المعاني إذا مات المسيح عنا أو مات المسيح لأجلنا التعبيرات هنا ما فيهاش خطورة طالما إحنا كلنا كنا في المسيح بحسب ما شرحنا على مدى الحلقات السابقة لما المسيح مات قديس أغنيطس الشهيد بيقول يسوع المسيح الذي مات لأجلكم والذي إذا أمنتم بموته تخلصون من الموت الذي مات لأجلكم بيقول عبارة جميلة أوي إذا لم نختر بملء حريتنا أن نموت معه لنشترك في آلامه فحياته ليست فينا. عباره دي لوحدها معزيه جدا. إذا لم نختر بملء حريتنا أن نموت معه لنشترك في آلامه فحياته ليست فينا. البابا أثناسيوس الرسولي بيقول كان أمام كلمة الله يأتي بالفاسد إلى عدم فساد، في نفس الوقت أن يوفي مطلب الآب العادل المطالب به الجميع، وحيث أنه هو كلمة الآب ويفوق الكل، فكان هو وحده الذي يليق بطبيعته أن يجدد خلقة كل شيء، وأن يتحمل الآلام عوضًا عن الجميع. وأن يكون نائبا عن الجميع لدى الآب. ولكن برغم هذا القول لازم نربطه باللي بعده اللي بيقول وهكذا إذ أخذ من أجسادنا جسدا مماثلا لطبيعتها وإذ كان الجميع تحت قصاص فساد الموت فقد بذل جسده للموت عوضا عن الجميع. وقدمه للاب كل هذا فعله شفقه منه علينا انا عايز بس افكركم دايما بالعباره كل هذا فعله شفقه منه علينا لانه بيحبنا هنا ما فيش ما فيش غير حب غير حب بين الاب والابن والروح القدس والبشر بيحبهم الاب بيحبنا والابن بيحبنا فابن بذل نفسه او بذل جسده للموت عوضا عن الجميع وقدموا للاب كل هذا فعله شفقه منه علينا احنا بنقول ان الله محبه والله الاب والابن والروح القدس المحبه لا يمكن ان تتوقف الى لحظه واحده ولا طرفه عين بين اقانيم الثالوث الاب يحب الابن منذ الازل الابن محبوب الاب منذ الازل وحتى يوم الصليب الروح القدس رباط الحب الذي يربط الاب بالابن لو توقف الحب لحظه واحده او طرفه عين بين اقانيم الثالوث القدوس تختل وحدانيه الله تختل لا يمكن ان المحبه بين اقانيم الثالوث تتوقف ولا لحظه واحده ولا الى طرفه عين حتى عند الصليب اتوقف عند هذا الحد وهنكمل في الحلقة القادمة عن الفداء ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين